ما أجمل أن تعطي وأنت تعلم أن المقابل ليس من الناس بل من رب الناس. فالعطاء جميل ومن أنبل الصفات. إن تعطي مما تملك فإنك تعطي القليل، أما إن تهب من نفسك فهذا عين العطاء. العطاء كلمة جميلة مريحة، ولكن أصبح بعض الناس يتذمرون من العطاء ويشتكون من ردة فعل الآخرين، يشتكون من الجحود، من نكران الجميل، عدم العرفان بالفضل، يشتكون من سوء المعاملة والقسوة. وبالإهانات وبنعتهم بالضعف والمذلة والطيبوبة الزائدة، فقرروا أن يبتعدوا عن العطاء. فالناس بالنسبة إليهم لا يستحقون ما يقدمه لهم، فقرر الابتعاد. وهناك أن يعتبر العطاء واجب، مسؤولية تثقل كاهلة، فهو عليه أن يبذل المجهود، والمجهود الكبير جدا لكي يعطي، فهو لا يشعر بالسعادة. فالعطاء بالنسبة إليه هو الشقاء. وهناك من يرى أن العطاء هبة من عند الله، العطاء لمجرد العطاء فهو متعة وسعادة، فهو يعطي لإسعاد نفسه، فهو يعطي لإرضاء نفسه، لمتعته وسعادته، ليس للآخرين. فبالنسبة إليه العطاء هو هدفه في الحياة، فموجود لهذه المهمة، وهو لا يبالي بردة فعل الآخرين كيفما كانت سلبية أو إيجابية، فهو لا يهتم. فبالنسبة إليه العطاء هو الهدف، هو السعادة في الحياة. هناك من يعطي رياء وابتغاء الشهرة، فبالنسبة إليه العطاء قناع يرتديه، لإرضاء سواء كانوا أشخاص أو معارف. المهم العطاء ليس هو الهدف، الهدف هو الشهرة، هو الرياء. العطاء أنواع كثيرة جدا، ولكن العطاء بسيط، وكلنا يجب علينا أن نعطي مما نملك من أخلاق طيبة. الابتسامة الجميلة عطاء، الكلمة الطيبة صدقة.
عندما تأخذ من وقتك بعد الدقائق لتستمع إلى إنسان وتواسيه فهو صدقة، وتطبطب عليه فهو صدقة. ليس بالضرورة أن تعطي المال، فالصدقة المعنوية أو المادية عظيمة. عندما نكون ميسور الحال، عندما نعطي مما أعطانا الله من هذه الوفرة فهو صدقة وبركة لمالنا، وعندما نعطي من مجهودنا فهو بركة لذاتنا. فالعطاء لوجه الله جميل، جميل جدا، ما أجمله. عندما تعطي بلا مقابل، بلا هدف، ولا رياء ولا شهرة ولا كرها ولا غضبا، فهذا سعادة، سعادة لنا. سعادة تدخل النور والسرور إلى قلوبنا. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟